تصويبة تصويبة حلوة، جول. الهدف الثاني، الهدف الثاني، وسلاح التصويب، وسلاح التصويب في مباراة اليوم. الأهلي بيسجل الهدف الثاني في أحداث هذا اللقاء من تصويبة قوية، من تصويبة حلوة، من تصويبة رائعة جدا. إيه ده؟ هل بقى إسلام عبد الله بيضيف الثاني ولا إيه؟ هنشوف. إنما هدف جميل جدا، هدف جميل جدا في أحداث هذا اللقاء مشاهدينا الأعزاء. وأدي بقى يعني الاحتفال والدعم للقضية الفلسطينية، وأدي إسلام. بالفعل إسلام عبد الله هو يوم النهاردة، هو يوم النهاردة بتصويبة حلوة جدا من إسلام، وتصطدم بقى بالقائم الأيسر وإلى داخل الشباك علشان يسجل النادي الأهلي الهدف الثاني في مباراة اليوم. وفي الدقيقة 18 مشاهدينا الأعزاء الأهلي أصبح 2 وبيراميدز لا شيء. حاجة جميلة جدا وحاجة محترمة.